رجعوا لي التليفون قال لي اسمع انت كنت عاطفوا حنا وكنت ضامنوا مع الفنانه وعارفينكم عاود عليكم التليفون ديالك استاذ. اول مره سور بيغ ماك؟ اول مره سور بيغ ماك. اول مره فكرتي دير التمثيل؟ كنت كنقرا في الاعداد ديال الصغير الحمراء في حين النادي وكانوا دوك الانشطه ديال عيد العرش واختاروني في القسم باش نمثل هذاك القسم ديالي. يعني من تما بدا ذاك العشق وبدا كيطور وكيديفلوب حتى ولا الاتموسفير ديال الكو. اول مره حسيتي براسك تحقرتي في الدومين؟ كانت عندي واحد جوج دراهم وعيط لي واحد خونا قال لي غادي تجي تشوف واحد المخرج واحد البواط دو برود وشريت ديك جوج دراهم شريت بها كارو ووصلت لهذيك البواط دو برود داك الكارو كميتو في الطريق طلعت شفت داك المخرج وداك المخرج بقى كيتعصى عليا كيقول لي ما عرفتش شنو ما دارش لي فيها البلان وحسيت براسي تحقرت وضارب هذيك الكعبه كامله وفينالمون منين خرج داك التليفيلم وشفتو لقيت هذاك اللي دار لوغول ديالي داو موان بارفيك كنت انا ما نديرو. هذه كانت اول مره حسيت بها بالحقره. اول مره خديتي البطوله في شي فيلم؟ في طعم الامل 96 مع الخرج الجميل الله يشافيه مصطفى الدقاوي. اول مره شدوك البوليس؟ كانت واحد السهره في مجموعه مسناوف اطار خضم هذاك الشيء ديال السهره ومسناوه وشي باكوا طلعت شي صداع سبيد وطلعوني من بين دوك المتطلعين الى العالم اخر داوني تماك قلبوني شويه وقال لي سي البروش شحال هاتك تبغي تسوق السوق راسك من تما وانا داخل السوق راسك. اول مره شربتي؟ نقول لك واحد 25 كون لعبة كنت في تورناج نويت مع المخرج الجميل عادل الفضيلي. أول مرة فكرتي تزوج؟ أول مرة ما كتفكرش فيها كتجي كتوقع كتاب الله. أول مرة كانت لقاء وكانت سوار دامو وكانت توتان انشينمون كوا ماشي. أول مرة عرفتي باللي غيكون عندك بيبي؟ كنت فريمون شوكي كنت 2007 وحيت كان مشكل مادا ما قدرتش تحمل حتى 2007 يعني مشينا في تريتمون ميديكال وجاب الله تيسي وما قدرتش نوصف ليك هذاك الإحساس اللي حسيت به وديك الفرحة اللي حسيت بها. أول مرة حصلتي كتنقل؟ كانت في الصقيع الحمراء جيت دوك عند الانتيروغاسيون حصلت كنقل يعني كنقل من راسي يعني كنت محجب شي حجابات في راسي ولقاوني كنقل من راسي يعني كنقلها من راسي كنقول ماشي واحد كنقل من راسي. اول مره تلاقيتي مع مجدولي الادريسي؟ اول مره سيتي اون 2002 في الفيلم ديال المخرج الجميل كمال كمال السيمفونيه المغربيه واحد اللون خارج ومجدولين كانت يلاه جات من كندا كي تنقولوا هنايا كيليني درنا اسياج كوستيم ما كناش مكاعف ما نلبسوا حوايج ديال الشمكاره كان المخرج كمال كمال انا وعز الحطاب والشوبي وهشام بهلول وخالد مشقار يعني كاع الممثلين اللي كانوا في ذاك الفيلم باش يورينا فين كاينين لي فاغون فين غنصوروا في عين السبع وهي باقا ديك العيبات ديال الصعيب باش تكومونيكي معاها ولا المهم انا وعز حطاب باسكو هنا اون غوندي اونسومب سادير ديز كورون بيناتنا ويقول لي عز هاد اختنا هادي خصنا نهبطوا واحد الدايره فيها ديك العيبه ديال وحنا نهزوها تماك في الديكور الديكور فيه دي فاغون وحطيناها في واحد البرويطه وبقينا كندفعوا بها من تما داز كورون من 2002 الى حد الان. جو تيم ما سور جو تو ريسبكت اوسي. اول مره قلتي باللي هذا هو الفيلم بدايه الكارير ديالي؟ ولد حمايه التليفيلم ديال المخرج الجميل عادل الفضيلي في 99 هذاك الكاست اللي كان وديك القصه وديك ليستوار وديك السيناريو وداك الفيزيون الجميله ديال عادل الفضيلي قلت بتات كو هذا الفيلم اون با تراسي به ممكن ما وقعاتش حتى جا قسم 8 ممكن هو اللي كلا كومبليتي بلوز او موان هذاك البلان. اول مره شفتك طافامي في التيفي؟ كان احساس جميل كان تيليفيلم سميتو طعم الامل 96 مع مصطفى الدقاوي كنت اول مره غادي نبان في التلفزيون يعني وكان يعني واحد البلان يعني جديد في لا فامي واحد مومبر دو لا فامي كي دارت الفعل. اول مره تكريسيت؟ كنت جالس واحد الخطاب واحد القهوه اللي واحد 5 سيزون وحاط تليفون داز واحد خونا ويطار لي التليفون مشى مشى انا راجل كبير ما نقدرش نهض نتبعو لقيتو مشى صافي وبديت كنفكر في الحلول كيفاش غنقدر نعاود ندبر على الدوامه اللي كاينين في التليفون وديك الترافيك ديال دماغي ويجي رجعوا لي التليفون قال لي اسمع انت كنت عاطفوا حنا وكنت ضامنوا مع الفنانه وعارفينكم عاود عليكم التليفون ديالك استاذ وجبد لي جوج تليفونات اخرين قال لي بالك في شي واحد فيهم هانيه اطار روح التضامن ديال الشفاره مع المنتجين. اول مره كليتي المعجون؟ كانت اول مره غادي ناكل فيها المعجون يعني كيوريوزيتي جوست بور سافوار سي كوا او مالوروزمون بور موا ولا اترافيغ ما مال شونس دخلت للحمام مع واحد الكوزان ما نعاود لكش اش وقع لي صافي علاش كتبقى توراك ساليتي كاع هادشي صافي مزيان صافي حيد برافق اول مره وماشي اخر مره.